السلام عليكم إخواني. درس اليوم حبيت نوريكم يعني كيف يعني يكون المجرف مستوي مع الأرض، حتى يعني لا يكون لا هو صاعد ولا هو نازل، يعني ليفسد لك الأرضية وأنت تسوي في الأرضية. مع أننا دائما قلنا هذا يرفع المجرف وهذا ينزل، وهكذا يفتح وهكذا يغلق. في بعض الآلات مثل هذه بمجرد ترفع فقط المجرف قليلا ثم تضغط ضغطة من جهة اليمين فمباشرة يستوي المجرف هكذا، فبعدها تنزل إلى الأرض وتلقاه مستويا. فإذا لم كنت تعرف، يعني إذا كانت هناك يعني آلات ليست فيها هذه البرمجة، ما عليك إلا أن ترى حافة كما سننزل الآن، كما ترى الحافة التي هي في الأعلى هكذا مسوية، يعني كذلك هي مسوية مع الأرض، يعني كما أنا أراها الآن مسوية، فسنرى هل هي مسوية حقا أم لا. نعم هكذا كما هو مشاهدة، حتى أن الحافة مسوية مع الأرض، يعني هذه القاعدة تراها من الأعلى، يعني انظر لها فهي مستوية، فستكون القاعدة الأخرى مستوية كذلك. سنجرب وسنرى. قلنا نشوف الطريقة الأولى، كما رانا نشوفوا في المجرف راها هابط للتحت، ما عليك غير أنك دائما قلنا ترفع شوية المجرف ها، ترفع هكا وتبدأ تغلق في المجرف كما راهو باين من فوق، كما هكا يبان مسوي، ومن بعد نزل كيما هكا. لو ننزلو نشوفو راه مسوي، ننزلو نشوفو يبان مسوي هاو، لأنه علاه، لأنه هذي كيما تشوفها مسوية من برا راه مسوية، يعني تشوفها من الفوق مسوية، راه تحت ثاني مسوية. الطريقة الثانية وتلقاها يخدموها في آلة الجرف الكبيرة اللي نقولوا لها الشارجور هنايا، لأنه علاه، لأن القاعدة نتاعها كبيرة، يعني ما عليك إلا أنك ترفعها شوي هكا وتحط وتضع المجرف على حافة الأرض وتبدأ تغلق وتهبط في نفس الوقت، حتى يعني تحس أصلا باللي في القاعده، يعني عاد كامله، يعني ما عادش على الحد نتاعها، يعني القاعده راها مسويه على الارض. وكما قلت لكم يعني في آلات اكثرهم انه بمجرد انه يكون المجرف مفتوح هكذا، ما عليك الا ان تفعله هكذا ف يستوي المجرف، يعني استواء، حتى إذا نزلت ستلقاه يعني مستويا مع الأرض. هذا ما عندنا درس اليوم، والسلام عليكم. وأي استفسار يعني فنحن بخدمة. السلام عليكم.